الشيح من أكثر الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد عديدة على الصحة العامة، ويحتوي على عدد من العناصر مثل الجلوكوز وفيتامين ب وفيتامين سي ونترات البوتاس، وكل هذه العناصر تعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي والقولون. أولا، يعمل على تحفيز الدورة الشهرية وينظم مواعيدها، وذلك بطريقة طبيعية. لهذا السبب ينصح أطباء النساء والتوليد المرأة التي تعاني من عدم انتظام موعد الدورة الشهرية أن تتناول عشب الشيح باستمرار، وذلك لأنه يعمل على فتح الحيض المتعسر بطريقة طبيعية، وبذلك قد يكون مفيد لبعض المشاكل النسائية الحرجة بما فيها سرطان الرحم. ثانيا، يعمل الشيح على التخلص من الاضطرابات التي تصاحب الدورة الشهرية والتي تسبب الإزعاج لعدد كبير من النساء، وتشمل هذه الأعراض الصداع والمغص والألم أسفل البطن والغثيان. ثالثا، يعمل الشيح على تخفيف التوتر والاكتئاب المصاحب للدورة الشهرية، حيث تعاني عدد كبير من النساء خلال فترة الدورة من اضطرابات النوم والأرق، وهو الأمر الذي يعرضها للإصابة بالاكتئاب الشديد. ويعمل الشيح خلال هذه الفترة على تخفيف كل هذه الأعراض وتهدئة الجسم بطريقة آمنة وطبيعية ودون أي آثار جانبية سلبية. أولا، يعمل على تطهير الرحم وتنظيفه وتعقيمه بشكل طبيعي، ولكن لابد من الانتباه لبعض الأدوية الأخرى التي قد تتعارض مع الشيح، والأفضل اللجوء إلى الطبيب واستشارته قبل استخدام الشيح، وذلك لتجنب أي آثار جانبية ضارة. ثانيا، يعمل الشيح أيضا على تضييق منطقة المهبل التي تتسع بعد الولادة والتي تسبب إزعاج لعدد كبير من النساء. ثالثا، يساعد الشيح على تنظيف الرحم بطريقة آمنة، وذلك لأن به مواد تعمل على قتل الفطريات المتجمعة في تلك المنطقة. رابعا، من فوائد الشيح للدورة الشهرية أنه ينظم عملها مما يقلل من أوجاع المهبل والرحم، ويساعد أيضا على خروج الدم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى تعاطي المسكنات ذات الأعراض الجانبية المحتملة، ولكن في نفس الوقت يجب الحرص على عدم الإقصار من تناول الشيح. وأخيرا، يساعد في سرعة امتصاص العناصر الغذائية، وذلك من خلال تنشيط الدورة الدموية بالجسم مما يضمن توزيع مناسب وموحد للعناصر الغذائية في الجسم، وهو الأمر الذي يحافظ على الجسم خالي من المواد الغير مرغوب فيها والسموم. أولا، يساعد الشيح على خفض الوزن والتقليل من جزيئات الدهون المتراكمة في الجسم والتي تسبب السمنة، ويعمل الشيح على التخلص منها بطريقة طبيعية. ثانيا، يعمل الشيح بشكل كبير على تسهيل عملية الهضم لدى النساء، بالإضافة إلى أنه يقلل من تأثير الأحماض الزائدة، وهو ما يساعد على التمتع بوزن مثالي. ثالثا، يحمي الشيح النساء من الإصابة بالكثير من المشكلات، خاصة مشكلات المعدة مثل القرحة والحموضة. هناك طرق عديدة لاستخدام عشبة الشيح، سواء عن طريق الأطعمة أو المشروبات أو حتى تعطير المنزل. ونبدأ أولا أنه يمكن وضعه على السلطة أو استخدامه كنوع من البهارات التي تضيف مذاق جيد للأطعمة، وفي هذه الحالة يفضل استخدام الشيح الطازج وليس المجفف. ثانيا، يمكن أيضا تناول الشيح في صورة شاي، وذلك عن طريق نقع ملعقة من عشبة الشيح في كوب من الماء الساخن لمدة ربع ساعة، ثم تحلية المشروب بعسل النحل وتناوله على الفور. ثالثا، يمكن استخدام عشبة الشيح أيضا كبخور لتعطير المنزل لأن رائحته مميزة. وأخيرا، يمكن طحن عشبة الشيح واستخدام مسحوقه لعلاج لدغات الحشرات. وفي نهاية حلقتنا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات.